الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله صدق الله العظيم. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح
بحبها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور استجيبوا لربكم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير استجيبوا لربكم لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ
إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وإنا منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء 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 يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور
يزوجهم ذكرانا وإناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير إنه عليم قدير ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو Yeah.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو نرسل رسولا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه إنه علي حكيم إنه علي حكيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما إنه علي حكيم
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء وكذلك أوحينا إليك روحا من ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي وإنك لتهدي وإنك لتهدي
صراط مستقيم صراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ألا إلى الله تصير الأمور ألا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أم السماء أم السماء بنيها أشد خلقا أم السماء أبنيها رفع سمكها فسمكها
وحيدا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا من السماء بناها أشد خلقا من السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم
متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إن
يخشيها. منذر من يخشيها. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها. يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها. إلى ربك منتهيها. إنما أنت منذر. منذر من يخشيها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم الفاتحة. يا عبد كبيرك الله عاصيا حريصا على الدنيا والموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحظة والسرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرأة لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا المكان إلى أرض الإسلام كنا خاشعين بالله وحده رب العزة ورب القدرة. كنا خاشعين بالقرآن الكريم الذي تلاه على ما سامع حضراتكم فاضلة الأستاذ القارئ الشيخ جابر النبي منصور القارئ والمقيم بقرية بلطر الشربيني كما عشنا من قبل مع فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمود الشخيبي. أما عن الصد والضوء والفراش الحديث الكبرى والمعرض الفني الذي تركب تحت محلات ومخازن أبناء حجازي تحت إدارة البشمهندس عماد حجازي وأخوته. أما عن السادة المعزين شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديه.